يا رسول الله، لئن كان مولدك سنة من سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. يا رسول الله، est-ce possible que l'islam, ta religion, est aujourd'hui montré du doigt pour chasser le bonheur des uns et causer le malheur des autres? Je crois que la réponse est non. Ya Rasulallah, هل أنت حقا ابن امرأة من قريش تأكل القديد؟ يا رسول الله، هذه دنيانا، دنيا فانية تحتاج إلى أخرى باقية، إلا أن الفناء والبقاء بيد الله وتحت أمر الله. يا رسول الله، هذه ليلتك، ليلة مباركة، ليلة كانت تنتظرها في غيب الملكوت ليال أخرى مباركة.